اخيرا اسمع حضرتك والاستاذ محمود في بيان النادي الاهلي فيما يتعلق بالتحكيم، وحضراتكم طالبتوا طوال يعني ثلاث مواسم، احنا بقى لنا ثلاث سنين طبعًا. يعني ثلاث مواسم. شوف يا كابتن، التحكيم عنصر اساسي في منظومه كره القدم. والنادي الاهلي يدرك هذا الامر تماما، ورغم ان النادي الاهلي احيانا بيوفق واحيانا لا يوفق مع ظروف التحكيم الحاليه، الا انه الاهلي دائما ما يضع النقاط فوق الحروف في هذا الامر، بدليل انه هو كسبان الدوري وكسبان بطوله افريقيا وكسبان كل البطولات اللي عاملها، ومع ذلك اصر على اصدار بيان يخص التحكيم. إذن التحكيم ده مساله تهم الجميع كويس، وده حرص من اداره النادي الاهلي على النهوض بمنظومه كره القدم، وعلى راسها طبعا التحكيم المصري. طبعا استاذ ما احنا كلنا منتظرين عم بريرة هيعمل ايه السنه الجايه، ادينا هنشوف بالزبط. لكن عاوز اقول حاجه، زي ما تقول النادي الاهلي ومجلس دار حب بيقول لاتحاد الكوره رابط حكام، انا شايف انا شايف قبل الدوري بشهرين، انا بقول لك اهو، لا انا شايفك، انا شايفك، ما تفتكرش ان انا فايز يعني. لا انا أيوة. فايز يعني، بس انا شايفك على اللي انت عملته يعني. صحيح، ضربه جزاء مش محتاجه حد من المحامين يطلع يقول رايها، يعني ضربه جزاء واضحه وضوح العين الحكم نفسه. صحيح، وكان قرار غريب جدا. أيوة. ضربه جزاء المنافس فاول مبكر برضه تم تجاهلها، طرد حسام عبد المجيد بمحضر رسمي على فكره، لانه واضحه اللقطه واتعادت مرتين واللي قاعدين جوه مش شايفين. اذا هنا مشكله، وحتى في بيان النادي الاهلي بيتكلم على اللي قاعدين على تقنيه الفيديو. صحيح، يعني انت منتظر ايه تاني؟ انت في الملعب وقاعد في الهدوء، وزي ما بقول لك قاعد في التكييف ومش عارف تقول قرارك، يعني ايه الحسابات اللي في دماغك؟ يعني هتوصلنا لغايه فين؟ يعني ما خلي بالك الجمهور مش هيسكت، والاداره مش هتفرط في حقوقها، واذا كنت انا فزت وكسبت الدوري وخدت كل البطولات، دخلتها بعرق وبجهدي بشغل كبير جدا، ايه ما تديني حقي؟ يعني انا بطالب بايه؟ انا عاوز اخد حقي بس، ما تدينيش حاجه زياده عن حقي. في بيان النادي الاهلي بيان هادئ، رساله واضحه على اتحاد الكوره، الاهلي عاوزين نقول نفكر الناس في السنتين اللي فاتوا قد ايه اتكلم على التحكيم بصوره او باخرى، واتكلم برضو عليها بطريقه، ولكن كل الكلام كان بيتاخد بيتسمع ولما جه حد عمل شكله عمل حركه وحرك المياه الراكده تم بامانه شديده تطفيشه، ادينا له كتف على طول. لا تم تطفيشه لا تم تطفيشه، ادوا له كتف بالشكر بقى وبتاع والكلام ده، وبص واللي عيدوه وسعوا ان هم يجيبوه اول ناس طفشوه، لانه عارف ايه، حط يده على الحدوته فين، وبدا يبدا ملامح الحدوته بتعمل ازاي. وجي راجل كده قاعد اسمه عم بريره بيقول ان انا تستنوني السنه الجايه. ايوه هو قال لك حاسبوني السنه الجايه، السنه الجايه وهنشوف الشكل عامل ازاي. ودي رساله مهمه للنادي الاهلي، والاهلي يا جماعه عاوز اقول لكم حاجه، ما بطلبش اكتر من حقه، ما بطلبش غير انه كل واحد ياخد حقه، مش محتاج لا مجامله من ده ولا مجامله من ده، لانه بيعرف يخلص المباراه في اي وقت في المباراه، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى.